الموسم الرابع عباقرة الجامعات، ومباراة مهمة في المجموعة الرابعة، واللي بتضم جامعة المنوفية وجامعة كفر الشيخ. وهفكركم بالنتيجة: جامعة الأزهر متقدمة 110، جامعة قناة السويس 100. ودلوقتي مع آخر فقرة، واللي هتحدد مين اللي هيكسب 3 نقط بتوع ماتش النهاردة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. أول سؤال محمد بكري، اتفضل يا محمد. سؤالين لكل جامعة. السؤال الأول لجامعة قناة السويس، وحنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا محمد. معلومات عامة، سؤال في المعلومات العامة. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين نقطة. عشرين نقطة. عندك 15 ثانية، محدش يستعجل. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي أكبر مدينة في أوروبا من حيث عدد السكان حتى عام 2020؟ أكتر من 15 مليون نسمة. 5 ثواني. مدينة: لندن. لندن ولا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ إجابة خاطئة. في إجابة؟ برلين. برلين ولا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ برلين. إجابة خاطئة. موسكو. موسكو الثانية. الأولى مين بقى؟ مش هتصدقوا، إسطنبول. إسطنبول. 15 مليون نسمة. باريس التالتة ب 11 مليون نسمة. السؤال الثاني علاء الدين فوزي. السؤال الثاني علاء الدين فوزي، وهنشوف سؤال موضوعه ايه. شكرا يا علاء، ارجع مكانك. سؤال في العلم، يعني جغرافيا، تاريخ، ادب او علوم. 20 نقطة ان شاء الله. ان شاء الله. علم، والسؤال هو: في أي دول أمريكا الجنوبية تقع سلسلة تلال هايدو؟ أقصى ارتفاع يصل ل 500 متر في الشمال الغربي من الدولة دي. قعدتوا تتكلموا وتكتبوا، وإجابتك بيرو. بيرو بعشرين نقطة، إجابة خاطئة. مش برو. فرصة التقدم مرة تانية. بوليفيا. بوليفيا الباوي، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة أوروغواي. السؤال الثالث خلود. خلود شرف. والسؤال الثالث، وهنشوف موضوع السؤال إيه. فنون. سؤال في الفنون، يا ترى السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 30. فنون، والسؤال هو: فنان راحل قام بدور المعلم جحجوح في فيلم الشطار، فمن هو؟ كان بطولة نادية الجندي وفاروق الفيشاوي، محمد مختار، وسعيد عبد الغني، ومحمود الجندي. قصة خيري شلبي وبشير الديك، وإخراج نادر جلال. إجابتك عادل أدهم. عادل أدهم يا هلباوي، إجابة خاطئة. لو إجابتك صح المباراة حسمت وكسبت التلات نقط. إجابتك محمد رضا. محمد رضا إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة كمال الشناوي. احتياطي فريقك قاعد منهار، مش عارفين يعملوا إيه. رنا، آخر سؤال. رنا موسى. الحمد لله. وهنشوف السؤال الأخير، واللي هيحدد مين اللي هيكسب ماتش النهاردة.
رياضة. سؤال في الرياضة. سؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 20 طبعا مش هتفرق. قبل ما اسأل السؤال عايز احيي جامعتين على أداء ماتش النهاردة. سؤال ب 30 نقطة واللي هيحدد مين اللي هيكسب ماتش النهاردة. رياضة والسؤال هو: من هو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ السوبر الإيطالي حتى عام 2020؟ أحرز 4 أهداف. خمس ثواني. إجابتك جونزالو هيغوين. محمد رزق. إجابة خاطئة. بص يا هلباوي، لو إجابتك صح 30 نقطة كسبت المباراة وتأهلت لدور الثمانية وهتاخد أفضل لاعب. لو إجابتك غلط ألف مبروك لجامعة الأزهر، عقدتوا المجموعة. الحمد لله يا رب. تمام، وفرصتكم بقت لسه موجودة في التأهل لدور الثمانية. أحمد الهلباوي 4 أهداف لمين؟ تشيرو موبلي. أحمد الهلباوي مين اللي بياخد الدوري؟ يوفنتوس. معظم الدوري. يبقى هيلعب سوبر كتير. صح. الباوي إجابة خاطئة. مين ديلبيرو. باولو ديبالا. ديبالا 4 أهداف. كان مفروض تعرفوا السؤال ده. أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب 55 نقطة محمد رزق. تعال نشوف موقف المجموعة بعد ماتش النهاردة إيه. المجموعة الرابعة في الصدارة جامعة قناة السويس 3 نقاط و225 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني جامعة الأزهر 3 نقاط 180 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث جامعة المنوفية من ماتش واحد بس 3 نقاط 120 نقطة إجابات صحيحة. والمركز الرابع كفر الشيخ مفيش نقاط و90 نقطة إجابات صحيحة. وأنا بقول لكم من دلوقتي أي جامعة في الأربع جامعات ممكن يتأهلوا لدور الثمانية حتى بعد الماتش ده. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 210 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 420 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 6,210,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. هارد لك لجامعة قناة السويس 100، وألف مبروك جامعة الأزهر أول 3 نقاط في البطولة. المجموعة اتعقدت. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.